للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الاستاذ حسين سبعه. استاذ حسين بدايه مرحبا بك. وزاره التخطيط تقر باكثر من 3700 مجمع عشوائي في عموم المدن العراقيه. من اوصل المحافظات العراقيه الى هذا المستوى؟ طبعا المسؤول الاول عن ما يجري هي الحكومه العراقيه سواء الحاليه ام من سبقها. وإضافة لذلك هو التعامل الازدواجي من قبل الحكومة العراقية اتجاه قضايا العشوائيات. عندما تغض الطرف عن القوى السياسية للاستيلاء على أراضي الدولة وعلى أراضي المواطنين وتتعامل أو تترك ميليشيات تتعامل مع المواطنين، هذا الأمر هو الذي أفقد مفهوم الدولة. هؤلاء الناس لا يعرفون قيمة الدولة ومقومات بناء الدولة، مما جعل العراق يعيش في فوضى أمنية. اليوم هذه الميليشيات متغولة على الدولة وأصبحت فوق الدولة، تمارس إرهاب الدولة وإرهاب الميليشيات على المواطنين. حقيقة اليوم لا يوجد مفهوم دولة في قضية العشوائيات، وإلا جميع المواطنين هم مع النظم الإدارية وضد العشوائيات ومع حقوق إدارية وبلدية تقدم خدمات المواطنين. لكن الفوضى جاءت لنا بعد 2003 بسبب التعامل الازدواجي من قبل الحكومة واعتمادها على المنهج الطائفي في إدارة الدولة. غياب النظم الإدارية وانعدام الخدمات وأيضا بالإضافة إلى الفوضى الأمنية، ولكن هناك أيضا مليون شخص يراهم متخصصون أنهم قنابل موقوتة في هذه العشوائيات. ما انعكاسات العشوائيات أو الحياة العشوائية على المجتمع العراقي؟ طبعا إما انعكاساتها تكون أمنية أو تكون فساد إداري، إما أن يدفعون لهذه الميليشيات ويبقون، وإما أن تأتي الشفلات وتقلعهم من أراضيهم ويتحولوا إلى قنابل موقوتة وتكون هذه الحالة ردة فعل أمنية، وبالتالي الدولة هي الخاسرة والمواطن هو الخاسر. فهذه هي النتيجة، واحدة من هؤلاء من هذه الاثنين، إما ردة فعل أمنية أو فساد إداري. لا يمكن أن تكون هناك حلول منطقية قانونية. هؤلاء الناس لا يقبلون بقانون ولا بدستور. اليوم من اخترق الدستور العراقي، أول من اخترقه هي الحكومة. إذا كانت الحكومة هي تخترق الدستور فما بال المواطن البسيط. يصف البعض أن للأحزاب سلطة وسطوة في العراق، ألا تستطيع هذه الأحزاب أن تقدم شيئا لسكان العشوائيات؟ لا يمكن اليوم إذا نقول الأحزاب هي من تقدم شيئا، فإذا هنا أفقدنا مفهوم الدولة والحكومة. هنا سقطت الحكومة. يعني الذي يريد يبني دولة أحزاب كل حزب يحكم، معناه هذه قطاعات ونعود إلى العصور الوسطى، وإحنا عدنا إلى ذلك إلى تلك العصور. الآن الحكومة تنوي إزالة المساكن العشوائية بما يعني تشريد مليون إنسان. لماذا لا تقدم الحكومة البدائل قبل البدء بإزالة مساكن المواطنين؟ أهي عاجزة عن تقديم هذه البدائل؟ وكما هو معلوم أن العراق عنده ميزانيات مليارية. يعني شوف أخي العزيز، أنه هذه الحكومات منذ جاءت بعد 2003 إلى الآن لم تستطع تبني جسرا واحدا ولا قصرا واحدا لمؤتمراتها ولاجتماعاتها، فكيف ستبني مليون وحدة سكنية؟ هذا أولا. ثانيا، العراق لا يعيش كثافة سكانية عالية حتى نعاني من أزمة السكن. ولو عشنا ولو اعتبرنا أنه العراق فيه كثافة سكانية عالية فنلجأ إلى البناء العمودي بدل البناء الأفقي. اليوم لا بناء عمودي ولا بناء أفقي ولا تسليك للمواطنين ولا بنية تحتية، فبالتالي ما أعتقد الحكومة تستطيع أن تحل مشاكل هؤلاء الملايين وستبني لهم دورا، وهذا الامر مستبعد جدا بسبب الفساد التي تعيش هذه الحكومه. هناك لا يوجد مشروع اكتمل على العراق حتى لو كان مشروعا بسيطا. نعم، هناك من يرجح ان قرار ازاله العشوائيات انما هو صفقه جديده بين المتنفذين من شركاء العمليه السياسيه. الى اي مدى ترى ان هذا الكلام منطقيا؟ منطقيا لان الاستيلاء على هذه الاراضي ومن ثم بناء مولات وغيرها واستثمارها من قبل هؤلاء، وهذا وارد جدا. يعني والحكومة آنذاك تتوزع هذه الأراضي مثلا إلى المتنفذين وإلى أصحاب إلى الأحزاب، ويبقى الشعب تائها ولا يملك لا قوت يومه ولا سكنا يؤويه من حر الصيف وبرد الشتاء. ولكن الحكومة أو يعني تتحدث عن يعني لجنة الخدمات تحديدا النيابية تتحدث عن 6000 مشروع وهمي
بمبلغ 200 تريليون دينار منذ الاحتلال وحتى اليوم. ممكن أن تتوقع أن تقوم حكومة عبد المهدي بتقديم حلول لساكني العشوائيات وفق ما تمتلك دولة العراق من ثروات؟ لا يمكن أن تقدم ولا يمكن أن تحل مشكلة الفساد. اليوم عندنا عدة مؤسسات لمعالجة الفساد، ولكن هي هذه المؤسسات نفسها أصابها الفساد. لجنة النزاهة ولجنة الرقابة ودواوين الرقابة المالية وغيرها، كل هذه المؤسسات اليوم عاجزة أن تعالج مشكلة الفساد، لأن الفساد في العراق انتشر عموديا وأفقيا. فمن يستطيع أن يحل هذه المشكلة إذا وصلت إلى الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة الخاصة ثم إلى المجتمع كافة؟ الوزارة من البواب إلى معالي الوزير هي تعيش حالة فساد، فكيف سيعالج هذه المشكلة يعني السيد عادل عبد المهدي وحكومته؟ من الصعب جدا أن يعالجها ولا يمكن. شكرا لك من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي.